يلا بسم الله نبدأ مع بعض في أسئلة الأكريديتيشن. أسئلة اختبارات اهي بقى. An organization asks a CBHQ to help in preparedness to survey of accrediting bodies. The quality manager will first assign a team for survey ولا arrange for mock survey ولا educate staff about types of questions that may be asked ولا review the adherence of the organization to quality standard of accreditation. ها ايه رأيكم هنا؟ ايه اول حاجة المفروض يعملها الـ CBHQ في الـ preparedness to survey؟ عايز يجهز لاعتماد او انه عايزين ياخدوا اعتماد، يبقى اول حاجة هيعملها ايه؟ دي بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول ريفيو ذا ادهيرنس. ريفيو ذا ادهيرنس يعني ايه؟ يعني ريفيو كومبلاينس. ريفيو ادهيرنس يعني مدى التزام الناس عندي في المؤسسه بالستاندرد بتاعتي. طب هم لسه اصلا اتعمل لهم اديوكيشن عن الستاندرد؟ ايوه، هي اول حاجه ليدرشيب كوميتمنت. مظبوط، ما لقيتهاش بدخل على اللي بعدها على طول. في عندي في الانسر هنا ليدرشيب كوميتمنت؟ لا. طب واللي اختار سي وبيقول educate staff about types of questions that may be asked frequently asked question، على طول هقول لهم ايه الاسئله اللي هيجوا يسالها لكم السيرفيرز؟ هم عرفوا اصلا ايه هو الاكريديتيشن؟ عرفوا ايه الستاندرد بتاعته؟ يا جماعه انا قلت لكم احفظوا الترتيب، قلنا اول حاجه leadership commitment، تاني حاجه assign a team، assign a team اللي من خلال سوري تاني حاجة اللي هي بعمل review standard to be familiar with the standard، بقيت familiar with the standard ده بتعمل education للستاف ده من خلال التيم، يبقى تالت حاجة assign a team. واحد مش موجودة، اتنين مش موجودة، يبقى ادخل على رقم تلاتة assign a team for the survey. صح؟ يبقى هنا assign a team for the survey دوت الإجابة الصحيحة. من خلال التيم انا هبدا اعمل education بقى للناس وكده. اوكي واضحه؟ طيب السؤال اللي بعد. A health care organization is seeking accreditation. First step the health care quality professional should take is to A. اول خطوه review the organization by laws, rules and regulation. Becomes familiar with the appropriate standard. Establish a quality assessment committee, review organization policy and procedures. ايه رأيكم؟ بالظبط. لا ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا دكتور فهد؟ يعني ليه تقول لي سي كده؟ أنا لسه قايلة لكم الترتيب، مش عايزة حد يغلط. ومين اللي بيقول لي دي ده؟ أنا جبت لكم في سيرة الترتيب ريفيو أورجانيزيشن بوليسي أند بروسيدجر. في إيه يا جماعة؟ فيرست ستيب ليدرشيب كوميتمنت، مش موجودة ليدرشيب كوميتمنت. ريفيو ستاندرد تو بي فاميليار وذ ستاندرد، مش موجودة. أدخل على إن أنا أعمل أساين تيم، في إيه؟ أنا لسه قايلاها وعايداها، تقولوا لي تاني الأنسر دي وسي؟ لا، بالظبط بي. Become familiar with appropriate standard. أنا أول حاجة عايز أعمل seeking accreditation، أنا عايز آخد اعتماد. أول خطوة هيعملها الهيلث كير كواليتي بروفيشنال إيه؟ إن أنا أعمل ريفيو للستاندرد to be familiar with the standard. Become familiar with the appropriate standard. ركزوا بس، ركزوا. طيب، ونمبر 3. Which is best to do during the accreditation survey. أثناء بقى الأكريديتيشن سيرفي، يعني أنت خلاص أثناء الأكريديتيشن جاي لك الأكريديتيشن، كلمة during شايفين؟
مش فيرست ثينج ولا حاجه، لا انا ديورنج ذا اكريديتيشن سيرفي خلاص الاعتماد جاي لي، يبقى انا هعمل ايه؟ assign a team to answer the question asked by the surveyor. يعني انا هكون فريق عشان الفريق ده بس هو اللي هيجاوب على اسئلة السيرفيرز. ازاي ده؟ السيرفير هيسأله اي حد، اي عامل يقدر يسألوه، اي حد في الاورجانيزيشن يسألوه. هم مش هعين لهم فريق وقال لهم ما تسألوش حد غير دول، هم ليهم حق انهم يسألوا اي حد في الاورجانيزيشن. طيب to have a departmental director who knows three standard about their concerned department، يعني اخلي مدير القسم عارف ثلاثة من الستاندرد عن قسمه بس، لا يعني مش منطقي. طب to educate all staff members the frequently asked questions by the surveyor، يبقى الإجابة هنا ايه؟ ايوة كده بالظبط. هنا question 3 بيتكلم على في السيرفي year نفسها، في الير بتاعت السيرفي، في السنه اللي جايه لي فيها السيرفي. يبقى انا اعمل تشيك للكومبلاينس وذ ستاندرد، واعمل education للستاف عن الفريكوينتلي اسكت question. ده اللي هي اخر حاجه في الترتيب اللي قلنا عليه. واضح؟ ما تغلطوش بقى تاني. The most important initial step in preparation for accreditation survey. Initial step. Initial step يعني أول خطوة في إن أنا عايز أجهز لأكريديتيشن سيرفي، هي إن أعمل إيه؟ Ensure clinical competency. Provide teaching tools. Standard education. Quality improvement activities. وما تختاروش أي اختيارات بعيداً عن اللي إحنا قلنا عليها في الترتيب. يعني محدش يقعد ايه يفتكس كده ويقول انا ممكن اعمل كذا لا اعمل كذا لا. الخيارات اللي انا قلتها لكم او الترتيب ده هو اللي بيبقى مطلوب منكم في الاجابه. ايه من الترتيب هنا موجود؟ بالظبط سي ستاندرد ايديوكيشن. هل انا جبت سيره اي حاجه من التانيين دول؟ لا، هي ستاندرد ايديوكيشن، لانه احيانا الاوفر ثينكينج بيضيع منكم اسئله، فمش عايزين اوفر ثينكينج. الحاجات اللي انا ثبتها معاكم واقول لكم الترتيب ده هو اللي مطلوب، يبقى بتدوروا على الاجابه من ضمن الترتيب اللي انا قلت عليه، يبقى ستاندرد ايديوكيشن بالظبط كده. طيب سي اي او ديسايد تو هاف اكريديتيشن تو ذا هوسبيتال افتر 18 مانس، وات شود هي دو؟ ال CEO دوت decide to have accreditation، يعني هو قرر ان ياخد اعتماد. بعد 18 شهر عايز ياخد اعتماد، المفروض يعمل ايه؟ communicate accreditation process to all staff، ولا hire external quality expert to give lectures، يعني اجيب حد من بره اعينه عشان يديهم محاضرات، ولا ميك مانثلي نيوز بيبر، ان انا شهريا اقعد ابعت لهم ورق كده نيوز بيبر وان انا اقول لهم فيها ده انا عايز اخد اعتماد. هل سي وبي دولت هيفيدوني في حاجه؟ لا، يبقى كده باي اكسكلوجن الانسر بالظبط ايه؟ اعمل كوميونيكيشن للاكريديتيشن بروسيس هتكون ازاي لكل الاستاف اللي عندي في الاورجنايزيشن. اوكي؟ طيب. Which of the following is the first step in preparing for an initial accreditation؟ انا عايز اجهز في first step اهو، وانا عايز اجهز initial accreditation او certification survey او عايز اخد اي شهاده. طيب انا ايه ال first step بقى؟ staff readiness to change، ولا leadership commitment، ولا standard compliance with organization، ولا hire a consultant and conduct a mock survey؟ ال first initial step ايه؟ بالظبط leadership commitment. leadership commitment دايما هي بتبقى الافضل اجابه واول اجابه عيني بتروح عليها، الا في حاله واحده هقولها لكم دلوقتي وهناكد عليها في الاخر في المراجعه. الا لو قال لي ان الاورجنايزيشن ديسايدد، لو جالي في سؤال ويقول لي ذا اورجنايزيشن ديسايدد تو تيك ذا مثلا ذا اكريديتيشن اوف مثلا جي سي ار اورجنايزيشن ديسايدد، وجاي بقى يقول لك انت دورك كسي بي اتش كيو تعمل ايه؟ تشوف ايه بقى؟ انت اول حاجه تعملها انت كسي بي اتش كيو، ويجيب لك في الخيارات ليدر شيب كوميتمنت ولا ريفيو ستاندرد، تختاروا ايه؟ لو قال لك ذا اورجنايزيشن ديسايدد تو تيك جي سي اي اكريديتيشن، يور رول از سي بي اتش كيو، يو ويل دو فيرست وات؟
سيرش سيكينج فور ليدرشيب كوميتمنت ولا ريفيو ستاندرد؟ هختار ريفيو ستاندرد. ليه بقى مش هختار ليدرشيب كوميتمنت؟ لانه هو بيقول لي اورجانيزيشن ديسايدد، يعني معنى كلمه ديسايدد ان خلاص الليدرشيب كوميتمنت ده اساسي، ده الليدرز هم اللي عايزين ياخدوا الاكريديتيشن اصلا وجايبيني او عينوني ك ك كواليتي بروفيشنال عشان اساعدهم في ان هم ازاي ياخدوا الاكريديتيشن. يبقى ان انا دوري في الاول ان انا اعمل ريفيو للستاندرد، تمام؟ ديت الحته الوحيده اللي ما بختارش فيها ليدرشيب كوميتمنت. اي حاجه غير كده ليدرشيب كوميتمنت هي اول اجابه. طيب voluntary accreditation is a primary requirement for most health care organization. The most important aspect to consider when evaluating each type of accreditation is انا يعني عايز اخد اعتماد، فانا بقارن ما بين هيئات اعتماد مختلفة، فايه الامبورتنت اسبكت او الناحية المهمة بالنسبة لي اللي انا هركز عليها وانا بعمل تقييم لانهي هيئة اعتماد اخدها؟ اخد اعتماد جي سي اي ولا ناسكا ولا سي اي اتش كيو ولا سباه، اخد انهي فيهم؟ فانا بختار ما بينهم، فانا ايه الاسبكت الامبورتنت اسبكت اللي هبص عليه؟ The frequency of participation in accreditation evaluation survey، يعني عدد الناس اللي هم عاملين participation the frequency of participation in accreditation survey، ايوه ان هو الناس اللي مشاركه في الاعتماد دوت او اللي خدت الاعتماد دوت قد ايه، ولا the reputation of the accrediting organization and the public familiarity with it، يعني سمعة الاعتماد دي والفاميليارتي، هل الناس ان هي متعودة عليها وعلى اسمها عارفاها، ولا the cost effectiveness of participation، يعني اللي هو سعر شهادة الاعتماد دي وقارن ما بين السعر وانهي فيهم الارخص واركز عليها او اشوفها، ولا the program offered and the accreditor commitment to improvement، البرنامج اللي هيقدمه لي ومدى الالتزام بالامبروفمنت اللي هو ان انا اعمل تطوير للمنشاه عندي. ايه افضل حاجه انتوا هتبصوا عليها وانتم بتختاروا ما بين شهادات اعتماد مختلفه؟ اكيد دي، اكيد اهم حاجه هي دي. لا مش بي السمعه بتاعتهم، لا مش دي اللي مش دي اللي تهمني. انا يهمني انا جاي انا اصلا باخد اعتماد ليه؟ مش عشان احسن الاوت كوم اوف كير واحسن البرفورمانس بتاعي في الكواليتي اوف كير، فانا المهم ان هم هيقدموا لي ايه، البروجرام اوفرد اللي هيقدموه لي ايه، وايه الامبروفمنت اللي هيعملوه او التطوير اللي هيحصل عندي في المنشاه لما اخد الاعتماد ده. ده اللي يهمني، ولا ايه رايك يا دكتور عبد الله؟ تمام؟ طيب organization decided، اهي موجودة decided، organization decided to implement new accrediting body، قلنا كلمة decided يعني leadership commitment معايا، اوكي. The first step accrediting readiness coordinator should do، مقصود بالaccrediting readiness coordinator ده اللي هو دورك انت كسي بي اتش كيو، اول خطوة هتعملها ايه؟ assist staff needs for accreditation، اشوف هل فعلا الستاف اللي عندي ده محتاج الاعتماد ولا لا، ولا review the new accreditation standard، ها اول خطوة تعملها ايه؟ بالظبط اول خطوة اعمل review للaccreditation standard. انتوا زي ما قلت لكم لو حفظتوا الصفحه اللي قلت لكم عليها وترتيبها خلاص هتعرفوا تجاوبوا اي سؤال في الاعتماد، يبقى ريفيو الاكريديتيشن ستاندرد. وكمان ايه غلط اصلا؟ هو بيقول لك ان الاورجنايزيشن ديسايدد، يعني الليدر شيب كلهم مقررين ان احنا ناخد الاعتماد، اشوف بقى هل الستاف محتاجين الاعتماد ولا لا؟ لا اكيد اعمل ريفيو للستاندرد. ايوه اوكي السمعه مطلوبه عشان الماركت شير، بس يعني سمعتي انا وان انا اخد الشهاده وان احسن من مستوى الخدمه بتاعي والكواليتي اوف كير، هو ده هدفي في ان انا اخد اي اعتماد، انا باخد اعتماد علشان اني احسن الكواليتي اوف كير عندي. طيب نمبر 9، which of the following general statement is not true about hospital accreditation، ايه من دول جمله خاطئه؟ accreditation is a voluntary survey process. Recent evidence has shown that accreditation increased profit margin of accredited organization. Accreditation standard focus on structure, process, and outcome. Assessment of compliance may include review of documents.
interview with staff, patient and family. لو لاحظنا في دي معناها ايه الاسسمنت اوف كومبلاينس، ان لما بييجوا اصلا السيرفير عشان يشوفوا مدى الكومبلاينس بيعملوا اول حاجه فيها بتبقى متقسمه لمراحل كده، دوكيمنت ريفيو، يعملوا ريفيو كل الدوكيومنتس اللي هي مطلوب منها فيها يكون عندي بوليسي وبروسيدير او ريبورتس، وبيعملوا انترفيو مع الديبارتمنت هيد ومع الستاف برضه عشان يسالوهم شويه اسئله يتاكدوا انه في كومبلاينس وفي كونتينوس اديوكيشن، وبيعملوا كمان انترفيو مع بيشنت وفاميلي ممبرز برضه عشان يتاكدوا من ان في بيشنت ساتسفاكشن سيرفي او يتاكدوا من الكواليتي اوف كير. طب انهي الجمله من دولت اللي تعتبر خاطئه فيما يخص الاكريديتيشن؟ بي بيقول لك معناها ايه؟ recent evidence، يعني في براهين او دلائل بتدل على ان الاكريديتيشن لما حد بياخد اعتماد increase profit margin of accredited organization، يعني بيزيد الفايده الماديه عندي كهيلث كير اورجانيزيشن خدت اعتماد، بتزيد البروفيت مارجن عندي لمجرد ما انا اخد الاعتماد بيزيد عندي البروفيت مارجن. فهي طبعا بي هي الاجابه الخاطئه، لان ايه؟ الاكريديتيشن از ا فولنتري سيرفي بروسيس. صح، احنا قلناها اول حاجه خالص في الاكريديتيشن ان هو برنامج تطوعي فولنتري بصرف النظر عن انه هو دلوقتي في هنا في السعوديه اصبح سباهي، اعتماد سباهي حاجه اجباريه منديتوري، لكن هو في الاساس الاكريديتيشن فولنتري سيرفي بروسيس. ايه؟ صح. اما بي، هو صحيح ان لما انا هاخد اعتماد هتزود يعني هيزود الماركت شير عندي ويزود ان الناس تجي لي وكده، لكن دي حاجه ما هياش يعني ما اقدرش اقول عليها ايفيدنس، ما هياش ديت دليل، مش دليل على كده. يعني ما احنا ممكن كلنا كل المستشفيات تاخد اعتماد وخلاص، يبقى ده اصلا اللي هو العادي والمعتاد في السوق لكل البيشنت ان كل الاورجنايزيشن واخد اعتماد، فمش ده الحاجه اللي هتزود البروفيت مارجن عندي. يعني مفيش ايفيدنس على كده، مفيش ريسنت ايفيدنس على ان فعلا هيزيد البروفيت مارجن، لكن احنا بنقول ان بيزيد الماركت شير وبيزيد اسمنا في السوق وكده، لكنه مفيش ايفيدنس عليها. يعني بي هي الوحيده الخاطئه، لان ايه؟ صح، لا الاعتماد ما بتاخدش ببلاش طبعا، لو جيت تشوفه سباهي ولا الجي سي اي لما بتيجي تقدم على اعتماد مش ببلاش خالص، لا بفلوس. يبقى ايه؟ صح. سي، انا طبعا في الاعتماد بركز على ستراكشر وبروسيس واوتكم، ودي ان بعمل اسسمنت شرحتها. بتقولي بتسالي في ايه يا منار؟ فولنتري يعني حاجه تطوعيه، يعني انا كهيلث كير اورجانيزيشن انا مش مجبره ان انا اخد اعتماد، انا بروح اخد الاعتماد عشان احسن الكواليتي اوف كير عندي، فلما احسن الكواليتي اوف كير هيزيد البيشنت اوت كوم، هيزيد الاسمي في السوق، هيجي لي ناس كتيره وهكذا. فهمتي؟ اه ايوه بالظبط، هو تطوعي مش اجباري. ايوه، هنا في السعوديه انا قلت لكم بقى اجباري. دلوقتي كل الهيلث كير اورجانيزيشن بمفهوم الامبيولاتوري وحتى المستوصفات وكله لازم انهم ياخدوا اعتماد سباهي. اوكي، احنا بنتكلم طبعا على الجي سي اي وعلى حاجه في امريكا. طيب نمبر 10، there is new accreditation body CBHQ first action is، في عندي هيئه اعتماد جديده، فانت كان CBHQ اول حاجه هتعملها ايه؟ check accreditation standard to check the organization readiness، يعني اعمل ريفيو للستاندرد، ولا هاير اكسترنال كونسلتنت، اجيب مستشار من بره اعينه عشان ان هو يدير الاعتماد، ولا ستاندرد education to staff، اعمل ستاندرد education للستاف. ها ارجعوا للترتيب، اول حاجه يعملها السي بي اتش كيو ايه؟ بالظبط. ايه معناها؟ ان انا اعمل ريفيو للستاندرد. الصيغه وارد جدا انها تختلف، احنا مش بنحفظ حاجه يا جماعه، احنا في الجوده احنا بنفهم ما بنحفظش. فهمنا ان اول حاجه انا كسي بي اتش كيو ان انا اشوف الستاندرد دي عشان ابقى انا فاميليار بيها. جيت اتكتبت لي بصيغه ثانيه تشيك اكريديتيشن ستاندرد وتشيك اورجانيزيشن ريدنس، هي نفس الصيغه، ما احنا ما بنحفظش. واضحه؟ هي نفس الفهم او نفس المعنى. اوكي، in a hospital accredited by GCI او Joint Commission
ultimate responsibility. فاكرين كلمه ultimate responsibility؟ قلت لكم اول ما اشوف كلمه ultimate responsibility بختار مين. For all medical credentialing decision lie with A. أول ما أشوف كلمة ultimate responsibility يبقى مين؟ Governing body, medical staff department, medical executive committee, credentialing committee. ال ultimate responsibility بتبقى على مين دايما؟ بالضبط ال governing body. المسؤولية القصوى والقانونية هي دايما على ال governing body صاحب المنشأة. CBHQ facilitate communication with accrediting and regulatory bodies by من خلال ايه بقى؟ دورك انت ك CBHQ كفاسيليتور في عمليه الاكريديتيشن انك تعمل ايه؟ personally partnering with all accrediting official on the survey day. يعني ان انت تشارك معاهم بصفه شخصيه، ولا preparing documentation to be submitted prior to an accreditation survey، اني اجهز الدوكيومنتيشن اللي المفروض يعملوا لها document review عندي في مكتب الجوده، بحيث ان اول ما يقولوا عايزين نعمل review او document view للبوليسي والبروسيدور الخاصه بكل الاقسام تكون عندي الملفات دي كلها. ولا determining if regulatory bodies need to review infection rate data، انا بحدد هل هم محتاجين يشوفوا infection rate data ولا لا. ولا authorizing organizational transparency prior to an accreditation survey. يعني ان قبل السيرفي ان انا يعني اخلي يكون في عندي شفافيه في الorganization. ايه البيست انسر هنا من وجهه نظركم؟ بي ولا دي؟ ليه تختاروا دي؟ لا بي، ان انا اجهز الدوكيومنتيشن. كلنا اكيد في هيلث كير اورجانيزيشن، كلنا في هيلث كير اورجانيزيشن، ولو جيتوا وقت الاعتماد هتلاقوا كل الدوكيومنت ريفيو او كل البوليسي والبروسيدور في منها صور او نسخ موجوده في مكتب الجوده ومتجهزه على المكتب، علشان ان يبقى لما يجوا يعملوا ريفيو لدوكيومنت ريفيو تكون موجوده كلها. السؤال بيقول لك انت دورك كسي بي اتش كيو عشان تسهل عمليه الكوميونيكيشن مع الاكريديتنج وريجولاتوري بوديز اللي هم المقصود بيها الهيئات الاعتماد، هو هيئه الاعتماد يعني اكريديتنج بودي او هيئه الاعتماد اللي جايه علشان تقيمك، هيئه اعتماد وجايه عشان تقيمك. regulatory bodies هي المسؤول المقصود بيها اللي هي الهيئات الرقابيه، يعني برضو يعني المقصود بيها هيئه الاعتماد، ما هي جايه تراقب على شغلي او على عملي، صح؟ طيب انت دورك انك تعمل ايه؟ ان انا اشارك بصفه شخصيه، ولا ان انا اجهز لهم الدوكيومنت عشان قبل ما يجوا، عشان لما يجوا يعملوا لها ريفيو تكون جاهزه، ولا ان انا احدد هل هم محتاجين يشوفوا الانفكشن كنترول ريت ولا لا، ولا ان انا ارفع الشفافيه عندي في الاورجنايزيشن. ان انا ارفع الشفافيه ماشي اوكي كويسه، لكن احنا دايما اتفقنا ان في نظام الامريكان بنختار البيست انسر اللي عايزها السؤال. السؤال عايز يشوف دورك انت ايه كسي بي اتش كيو كاخصائي جوده. انا بجهز الدوكيمنت ريفيو، يبقى بريبيرنج دوكيومنتيشن تو بي سبميتد بيريور تو ان اكريديتيشن سيرفي. واضح السؤال يا جماعه؟ اوكي واضح للناس كلها؟ طيب نمبر 13. In managed care the most widely used the performance measure are A. قبل ما اقعد اقرا رغي كتير، المانجد كير قلنا مين اللي بيديهم اعتماد، ومين وايه البرفورمانس ميجر اللي بيدوهم الاعتماد؟ مانجد كير مين اللي بيدوها الاعتماد؟ الناسكا. بالظبط. والبرفورمانس ميجر الناسكا اسمه ايه؟ هيدس. يبقى الانسر هنا ايه؟ AHRQ هيدس NQF UHDDS. وممكن يكتب لك اي اسماء تانية انت ما تعرفهاش، واسماء اورجنايزيشن يعني جديده عليك او ما تعرفهاش، ما تركزش فيها، ما تركزش وتقعد تقول ايه ال UHDDS ديت ايه وايه ال DNVS والكلام ده، ركز في الاجابه اللي انت عارفها. انا المانجد كير قلنا الاعتماد بتاعها بالناسكا، والبرفورمانس ميجر هو الهيدس، يبقى الانسر هتبقى بي.
تمام. Measures for performance in managed care organization برضو ها managed care هتبقى ايه؟ هادس. طيب health care organization use it in continuous clinical performance improvement، يعني معناها بيقول لي performance measure في health care organization. health care organization بعمل لها اعتماد بمين؟ بالجي سي اي. الجي سي اي performance measure بتاعها اسمه ايه؟ اوريكس بالظبط. يبقى الاولى هيدس والثانيه اوريكس. تمام. The accreditation status of a managed care organization accredited by NASCA is recalculated annually by product line based on a regulatory data submission, survey tool submission, an announced survey result, audited HEDIS result. قلنا ناسكا ها هتبقى هادس بالظبط. هتبقى دي الهادس. تمام. اخر سؤال معانا. In terms of performance measurement, which of the following is derived from a national performance system developed by JCI او Joint Commission Dashboard, Balanced Scorecard, Quality Management ولا Core Measures؟ ان بيرفورمانس ميجر، يعني البيرفورمانس، بصي السؤال سخت ورخمه شويه بس هو بيقول لك اهي بيرفورمانس ميجر. بيرفورمانس ميجر واستخدمه وديفلوبد باي مين؟ باي جوينت كوميشن، اللي هو اسمه ايه؟ الاوركس. الاوركس اللي هو هتلاقوه برضو في الشرح مكتوب ما بين قوسين كور ميجرز، او لو مش مكتوب اكتبوا انتوا كور ميجرز. كور ميجرز هي الاوركس. لا هي موجوده في الشرح، هتلاقوها في المذكره الكور ميجرز وجنبها ايه الاوركس. يعني هو بيسالك في السؤال البرفورمانس ميجر اللي بيستخدم او ديفلوب دي باي جي سي اي. الجي سي اي بيرفورمانس ميجر، هو السؤال ده سؤال جانت بقى مش سؤال امتحان، يعني لازم نحط لكم جانت برضو في النص كده عشان تعرفكم ان ايه، تكلكع لكم الدنيا عشان تعرفوا قيمه اسئله الامتحان. يعني كنا بنحله قبل كده كانت اسئله امتحانات هتلاقيها سهله وما فيهاش الصيغه المعقده. هنا بقى جانت بقى بتقول لك ايه بقى، طب قول لي in term of performance measurement، يعني ايه performance measure؟ which of the following is derived from national performance system developed by joint commission. يعني معناه joint commission performance measure هو ايه؟ فهو قلنا عليه الاوركس اللي هو اسمه core measure. core measure او اوركس. تمام يا جماعة، واضح؟ واضح السؤال يا مروة؟ تمام، واضح للجميع؟ اوكي. دلوقتي يا دكتوره، بعد اذنك يا دكتوره، دلوقتي الاسئله دي كلها جانت ولا اسئله امتحانات؟ لا من ده على ده، ما تقلقش، اسئله الامتحانات معانا متكرره في المراجعه يعني، بس هنا انا حبيت احط لكم اسئله الامتحانات عشان اوريكم اسئله الامتحانات اهي. يعني مثلا ده سؤال امتحانات، ده اللي هو نمبر 1 2 و3 سؤال امتحانات، 4 و5 من الامتحانات، 6 امتحانات، 7 ده من جانيت، 8 امتحان، 8 ده جانيت، 10 ده سؤال امتحان، الباقي ده امتحانات، 14 و15 ده اسئله امتحانات، بس الباقي ده جانيت. أسئلة الامتحانات كده كده معانا في المراجعة، يعني ما تشيلوش هم. وأصلا أنا في المراجعة بقول لكم مش هطلب منكم خالص إنكم تراجعوا على أسئلة جانت، سيبوا الأسئلة، إحنا في المراجعة معانا كم كبير من الأسئلة، في المراجعة هحتاجكم إن أنتم تمروا بس على الشرح نفسه اللي هي المذكرات، مش تسمعوا حتى المحاضرات تاني. طالما سمعتوا المحاضرة أول مرة وركزتوا فيها وحطيتوا وسجلتوا النوتس على المذكرات، فمجرد ما تفتح المذكرة وتسجيلك للنوتس عليها، النوتس دي هتفكرك إيه اللي أنا قلته في المحاضرة، بدل ما تضيع وقت في إن أنت تسمع محاضرة ساعة ولا ساعتين، أنت بس بمجرد بصك في الهاند أوت هيذكرك بكل حاجة.
واحنا على الجروب بنتناقش في اي حاجه لو في حد مش واضح معاه حاجه، وما تشيلوش هم الاسئله خالص باذن الله. شكرا يا دكتور. نعم. في حد عنده اي استفسار يا جماعه؟